فيديو النهارده طلب مني كتير جدا ان انا اعمل لكم فيديو مجمع للفات الحجاب بتاعتي اللي انا بطلع بيها في الفيديوهات، وخصوصا اكتر لفه طلبت ان انا بلبسها على الطقم ده، مش هي دي يعني واحده تانية. فالنهارده جايبه لكم اكتر من طريقه لف الحجاب، تقريبا 4 أو 5، وكلهم اسهل من بعض وكمان مريحين جدا، ومش بنحتاج فيهم دبابيس خالص غير دبوس واحد بس. فخليكم معايا علشان تشوفوا كل اللفات. اهلا بكم مره تانية. النهارده هنعمل مع بعض حاجه مختلفه تماما عن محتوى القناه، ويعني حاجه بعيده عن الشعر والبشره، وهي لفات الحجاب. اللفات دي سهله بقى للناس اللي بتروح المدارس او الجامعات او حتى الشغل. لفات سهله مريحه جدا، الطرحه بتفضل ثابته معاكي طول اليوم، مش بتتحرك. يعني انا بقول لكم تجربتي انا مع اللفات اللي انا بعملها، الحمد لله بتفضل ان هي ثابته معايا، ما بتتحركش، ما بترجعش لورا ولا اي حاجه من المشاكل دي خالص. كمان مش بحتاج فيها دبابيس خالص، هو دبوس واحد بيبقى يعني قايم بالواجب كله ومظبط كل حاجه. انا عايز بس اسالكم، لو انتم حابين ان انا اعمل مثلا فيديوهات تكون مختلفه عن المحتوى اللي انا بقدمه عن الشعر والبشره، قولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي برده انتم عايزين اتكلم عن ايه او اعمل عن ايه، فانا معاكم ان شاء الله. وانا بحب اصلا اعمل لكم اللي انتم عايزينه جدا يعني، فقولوا لي في الكومنتات. وكمان عايزاكم بعد ما تتفرجوا على لفات الطرح دي تقولوا لي انه احلى لفه عليا، وكمان انه اكتر لفه انتم حبيتوها. تمام، اول لفه معانا اللي هي الطريقه اللي انا لابساها دي تقريبا اسمها الطرحه السوري. تمام، هي عباره عن قطعتين، بتيجي القطعه دي وبيجي معاها القطعه دي. القطعه دي بتتلبس من تحت، بترجع كده لورا، بنلبسهم ورا. انا كان نفسي ان انا اوريها لكم، بس انا للاسف ما جبتش منها غير اللون ده، لاني كنت لسه عايزه اجرب هل هتليق عليا ولا لا، فما جبتش منها غير لون واحد. لو جبت منها لون تاني فان شاء الله هبقى اعمل لكم توتوريال سريع اوريكم ازاي تلبسوا فيها. تمام، هي القطعه اللي ورا، ودي القطعه التانية احنا لابسينها عليها من قدام. دي كده كانت اول طريقه، ودي اسهل طريقه في كل الطرق، مش بتحتاج بقى دبابيس خالص، وبتبقى ثابته وبتبقى موجوده كده اهوت، يعني شبه ما انت بتحطيها شبه ما بتلاقيها اخر اليوم، مش بتتحرك نهائي. تاني طريقة معانا، ودي الطريقة اللي انا بطلع فيها بمعظم الفيديوهات بتاعتي، اللي هي بتكون الطرحة واقفة لفوق. تمام، الطريقة دي انا بستخدم لها بندانة، بتبقى بندانة جينز عشان ما انتم شايفين كده اهوت، ممكن تعملوا سكرين شوت علشان لو حبيتوا انكم تشتروها يعني تعرفوا انكم تجيبوا الشكل ده بالظبط. تمام، دي اسمها بندانة جينز. اول حاجة انا بس بلبس البندانة كده، هو في الطبيعي مش ببقى لابسه تحتيها الحمراء دي، يعني في الطبيعي ان انا مش ببقى لابسه تحتيها الحمراء. انا عايزاكم تتخيلوا ايوه كاننا بنلبسوها كده من غير حاجه تحتيها، يعني انا في الطبيعي مش ببقى لابسه ده، لكن انا لابسه عشان التصوير بس. فتتخيلوا ان احنا بنلبسوها عادي، بنلبس دي كده الاول عشان ما انتم شفتوها. تمام، وبعد كده بجيب طرحه جل اهي، اي طرحه جل بقى بجيبها وباجي عند الطرف بتاعها واعمله مثلث عشان ما انتم شايفين كده. تمام، بعد كده باجي احطها على البندانة وافضل اطلعها واحدة واحدة لقدام. تمام، معلش بقى لو في نغمشة هتحصل في المايك يعني غصب عني. دي الطريقه اللي انتوا بتشوفوني في معظم الفيديوهات ببقى عاملاها صراحه، واكتر طريقه مريحه انا بحبها. تمام، ممكن يسيبوها نازله كده اهوت عشان انتوا شايفين، وممكن اقوم عاملاها كده اهوت عشان انتوا شايفين، برجعها لورا، وفي الاخر خالص بستخدم دبوس واحد في الحته اللي انا عايزاها واثبته بيها. بس الطرحه كلها مش معموله غير بدبوس واحد بس. وفي العادي انا مش ببقى لابسه الحمراء دي، يعني لو هتلاحظوا في الفيديوهات مش ببقى لابسه الحمراء، ومش ببقى مبينه شعري، علشان في كان كومنت من حوالي 4 5 شهور كده اهوت، يا ريت تداري شعرك، انا والله ما بطلع شعري خالص، هي بس الظل بتاع البندانه فبيبين كان في شعر ظاهر، لكن انا مش بطلع شعري خالص خالص، يعني اطمنوا من النقطه دي. تمام، دي كده الطريقه الثانيه او الطرحه الثانيه. دي انا ممكن اعمل منها اكتر من طريقه، يعني ممكن نعمل دي وممكن نعمل شكل ثاني هوريه لكم دلوقتي. ممكن اجي من النص واتنيها حتة صغيرة. تمام، وبرضو نفس الفكرة، اقربها من قدام كده هوت. تمام، وبرضو نفس الفكرة، اعملها كده هوت واقوم رجعها كده لورا. تمام،
طبعا يعني هي انا مش بلبسها على الطقم ده، بس يعني ايه دي اقرب حاجة حبيت اوضحها لكم. خلاص دي كده طريقة تانية، وممكن بقى نحط دبوس هنا اهوت بس، او ممكن نحط دبوس واحد هنا اهوت وبس كده. دي كده كانت الطريقه اللي بتتعمل بالبندانه الجينز والطرحه الجل. دلوقتي انا هعمل لكم طريقه مفروض اسمها طريقه تركي تقريبا، مع علينا من المسميات. انا هوريكم شكل البندانه اللي انا بستخدمها وانتوا تجيبوا شبهها. تمام، بصوا دي شكلها، بتبقى بندانه عامله كده اهوت، ممكن تاخدوا برضو سكرين شوت. تمام اهي، ممكن تعملوا سكرين شوت علشان لو حبيتوا تشتروها. بتبقى بندانه في طرفها كرتونه، تمام، وبتتلبس كده اهوت، يا اما بتتربط كده لورا. انا جايبه منها كذا لون، جايبه منها الازرق والاسود والابيض. تمام، بتبقى هي كرتونه كده من قدام، يا اما بتكون كلها بتتلبس مره واحده شبه الطاقيه كده بالظبط. فانا هلبسها معاكم ونعمل اللفه التالتة. برضو نتخيل ان الطرحه الحمراء دي مش موجوده. يلا بينا نعمل الطريقه اللي بعدها. الطريقه اللي بعدها دي برضو من الطرق المريحه قوي، وبتبقى الطرحه طريه كده، وتحسي ان رقبتك شويه متهويه عن البندانه الجينز. يعني مش قصدي من رقبتك باينه، قصدي تحسي ان مفيش حاجه خانقاكي بس. تمام. يلا بينا، بجيب الطرحه اللي عندي وبرضو بتنيها. تمام، بعمل حتة تكون اقصر من حتة، يعني بصوا دي حتة قصيرة ودي حتة طويلة. تمام، وباجي كده اهوت ابين حتة واحدة صغيرة. ان شاء الله انتوا شايفين كده اهو. تمام، يا رب ما يكونش المايك عامل لكم ازعاج. يعني بس كده بتبقى حتتين نازلين كده، وتبقى الحته البيضه دي كده باينه. وبرضو احنا ممكن نستخدم دبوس بس نثبت بيه الرقبه من هنا عشان ما تقعش او حاجه. بس ودي كده الطريقه رقم 3 او 4 تقريبا. يعني ممكن بقى نعمل اكتر من شكل، ممكن بدل ما هي تبقى نايمه كده ممكن نقوم عاملينها ببوس كده اهوت كده. بتفضلي بقى تتكي عليه جامد. انا بس عشان المره دي ما كنتش عاملها بوس، فكان المفروض اكويها قبلها. تمام، بتعمليها ببوس كده اهوت لو انت حابه انك ترفعيها شويه عن البندانه البيضه. لو مش حابه خلاص شبه ما احنا قلنا بتسيبيها زي ما احنا قلنا. تمام، نخش بقى على الطريقه اللي بعدها واللي طلبت مني كتير جدا، اللي هي انا بلبسها على الطقم ده. اخر طريقه معانا بقى، وهي الطريقه برضو تقريبا اسمها الطريقه السوري. بنجيب بندانه بتبقى كده اهوت، هي قريبه جدا جدا من البندانه اللي انا لابساها من تحت دي، يبقى نفس الشكل كده بالظبط. تمام، ومش بيبقى فيها كرتون من قدام، ممكن برضو تعملوا سكرين شوت. بتبقى بندانه من غير كرتون من قدام. تمام، بلبسها كده اهوت اهي، تمام كده. وبعد كده بجيب الطرحه دي، بتبقى طرحه مثلثه عشان ما انتوا شايفين، يعني هي اصلا بتبقى مربعه او مستطيله، مربعه تقريبا، وانا بقوم عاملاها مثلث. بعملها مثلث عشان ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده بقربها اهي. تمام، ثواني هنظبطها دلوقتي. بس بجيبها كده اهوت واقوم ربطها من ورا. بصوا دي اصلا ممكن اعملها برضو من غير ولا دبوس، يعني فعلا احنا مش بنحتاج دبابيس كتيره خالص في الطرح دي. في نفس الوقت الطرحه بتبقى حلوه وثابته معاكي طول اليوم.
ودي كده اخر طريقه من الطرق الطرح، ودي اكتر طريقه انتوا طلبتوها مني. اتمنى تكون كل الطرق كانت سهله وواضحه بالنسبه لكم، الطرق كلها مريحه جدا، عايزاكم تجربوها. وممكن تنزلوا صوره، لو بتنزلوا صوركم على النت او كده تنزلوا صوره على انستجرام وتعملوا منشن فيها، عايز اشوف هتعملوا انه لفه منهم. وبرده زي ما قلت لكم قولوا لي انه طريقه حبيتوها عليا وانه طريقه من دول حبيتوا شكلها اصلا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وطبعا ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو علشان نوصلوه لعدد اكبر من الناس. وبس كده، لو عجبكم الفيديو يا ريت تشاروه مع صحابكم. وباي باي.